أغلب الناس يحبوا ساعة ذكية شبه الأبل ووتش، لكن عشاق الصالات الرياضية عندهم رأي آخر، لأنهم يحبوا ساعات شبه للجي شوك. ولذا اليوم جبنا لكم الهايلو أرايت، آخر صيحات الساعات الرياضية في السوق، مصممة خصيصا لعشاق الرياضة بستايل شبابي مش عادي. تقدر تدخل بها تحت الماء عمق 30 متر وتنزل فقط 3 درجات تحت الفيديو. عمل لايك كدعم لولد بلادك. وين سعر الأرايت؟ هو 39 دولار أو 8700 دينار جزائري، متوفرة حاليا في السوق المحلي. وهذا الديزاين يتوفر في الأبيض إطار ألمنيوم أو الأسود الكلي كما اللي عندي. الماتيريال اللي مخدومة به هو السيليكون لسترايب من نوعية القوية في السوق، وإطار كامل من البلاستيك فوقه إطار معدني مع هذه الأزرار في الجوانب بارزة شوي. بطبيعة الحال كان الناس تعجبهم هذه الساعات والعكس فهي قضية أذواق. وكي درتها في اليد هذه حسيتها شوية ثقيلة، وزنها 85 غرام بسمك 12.5 ملمتر. كما قلنا هذه مش ساعة جمالية لأنها تجيب معايير قوية أهمها 3 ATM، تتحمل كل الضربات، تتحمل الجليد، وتتحمل 40 درجة تحت الصفر وحرارة حتى 55 درجة. لكن الشبه كامل هو أنها تجيب شاشة أمولاد 1.43 إنش بدقة عالية، والألوان اللي فيها قوة، لهذا نشوفه أنها تستاهل سعرها ومش مثل الساعات الرخيصة. هنا جودة التصنيع أفضل بكثير، زيد الحاجة القوية اللي فيها كما الأرس 5 معدل التحديث 60 هرتز، هذا يعطيني سلاسة كبيرة في التنقل بين خصائص الهايلو أرايت. كمان هتدعم ميزة الأولويز أون ديسبلاي اللي ما نصحكمش بها لأنها تستهلك طاقة الباتري بشكل ملحوظ، وتقدر تربطها مع تطبيقها عن طريق بلوتوث 5.3، وتقدر تشوف كامل الداتا مسجلة في الساعة وفي هذا التطبيق من عدد خطوات، المسافة، والكالوريز المحروقين. هكذا تأخذ فكرة على نشاطك اليومي. تقدر حتى تمارس الرياضة انطلاقا من الابليكيشن أو من المودات الرياضية اللي كاينين في الأرايت، وين لقيت أكثر من 100 مود رياضي، وراح تلقى كل شيء مسجل في الساعة مع التحليل الكامل للأداء كما قلنا. وبطبيعة الحال فيها قياس معدل ضربات القلب، نسبة الأكسجين في الدم، تتبع الدورة لدى النساء، والأهم كامل واللي تسقسوا عليه هو قياس ضغط الدم مع بعض القياسات الأخرى، ولكن هذه هي أهم القياسات اللي كامل نحتاجوها وتكون صحيحة بنسبة كبيرة في ساعة الهايلو عكس الساعات الرخيصة اللي راهي تتباع في السوق، وديما التطبيق يسجل كل هذه المعلومات والفحوصات. غير هذا من التطبيق تقدر تحمل جهات الاتصال من الهاتف للساعة وتعمل اتصال مباشرة من الأرايت أو تجيب على الاتصالات اللي تجيك. المهم جودة الصوت كانت مقبولة، وعجبني هذا الزر مفيد كثير لأنه إذا كنت في مكان عام عندك مكالمة خاصة عند الضغط عليه راح تتكلم فقط من سماعة الهاتف وما راحش يسمعوك من هذه سمارت ووتش، حتى أنها توصلك كل الرسائل وكل التنبيهات على هذه الساعة إذا كنت موصلها بالهاتف. ومن القائمة العلوية نشوف أحوال الطقس، عندي إعدادات سريعة ويمكننا ندخلوا الإعدادات الساعة، وين قدرت ندير الساعة هذه في كثير لغات، فرنسية، إنجليزية، والأهم كامل هو اللغة العربية كما تشوفوا. حتى عندي إمكانية تغيير شكل قائمة التطبيقات إلى 5 ستايلات حسب ذوق ديالكم، وفي هذه القائمة نلقاو كل الميزات والتطبيقات تاع الأرايت مثل إيجاد الهاتف من الساعة والعكس لأصحاب الذاكرة القصيرة، وعندك الكالكيلاتريز وغيرها من الأدوات البسيطة مع إمكانية التحكم في المساعد الصوتي. بتدوير هذا الزر أو بضغطة زر مطول على الشاشة نقدر نبدل لوك الأرايت، وهذه أول سمارت ووتش نشوف فيها هذا العدد الكبير من ثيمات. حتى في الأرس 5 ما شفناهاش، في الأغلب بيكونوا 5 ثيمات فقط. كما نقدر نحمل لها المزيد من الثيمات من تطبيق الساعة، وين لقيت أنه فيه أكثر من 150 ثام قوة. زيد في التطبيق نقدر نتحكم بسهولة كبيرة في ساعة وعندي كثير إعدادات، وبين أهم حاجة في السمارت ووتش هي الباتري. انا نقول لكم مع ساعات هايلو ارقد هاني، وين تشد لك من 5 الى 7 ايام اذا كان استخدامك عادي كما شرحنا في هذا الفيديو، او حتى 20 يوم اذا كان استخدام خفيف. والنصيحه الاخيره استعملوا الشاحن العادي، اخطيكم من الشاحن السريع يعني اللي فيه الفاست شارج. وكانت هذه هي الهايلو الأرايت القوه الضاربه ما شاء الله. قولوا لي وش رايكم فيها، اذا تستاهل الشراء بهذا السعر. الرابط في الديسكريبشن بلا ما تنسوا متابعه هذا الحساب ولايك للفيديو. يا سلام.